السلام عليكم حبايبي سنة تالتة. هناخد النهاردة درس اسمه القشور المتكافئة. كلمة متكافئة يعني ايه؟ كلمة المتكافئة يعني المتساوية، يعني قشور متساوية. طيب بص معي، هو قال لي قبل كده ان الواحد الصحيح، احنا عارفين من قبل كده ان الواحد الصحيح بيساوي 1 على 1، 2 على 2، 3 على 3، وهكذا. يعني في الواحد الصحيح بيكون البسط زي المقام، البسط والمقام نفس العدد. طيب هنا معايا الفطيرة اللي قدامي دي، انا قسمتها 2 وكلت نصها، فالكسر ده بيمثل نص. طيب لو غيرت النص ده، كلت ربعين قسمتها لاربع ارباع، قسمتها كده لاربع ارباع وكلت ربعين، كلت ربعين هي لما اكون كلت النص. طيب لو قسمتها الاسداس وكلت انا الثلاث اسداس، اللي ما اتاكلش عندي برضو 3، يبقى هنا برضو انا كلت نص الفطيره. طيب يبقى بيقول لي هنا مما سبق نجد ان القشور المكافئه للنص بتساوي 2 على 4 و3 على 6 و4 على 8 و5 على 10. هي إيه؟ مش فاهمها لسه، هقول لك ايه اللي حصل. بص معايا، انا عندي اي كسر بيتكون من بسط ومقام، لو انا غيرت المقام يعني الاتنين دي خليتها 4، الاتنين بقت 4 قسمتها الارباع. طيب الاتنين ايه اللي حصل عشان تبقى 4؟ الاتنين اتضربت في 2 بقت 4. طيب تعالى هنا برضو نفس العدد اللي انت ضربت فيه هنا اضرب فيه فوق، الواحد اضربه في 2، 1 في 2 ب2، يبقى هنا دلوقتي النص هيساوي 2 على 4. طيب لو نص بيساوي 5 على كام؟ طيب الواحد بقى 5 يعني اتضرب في 5، طب الاتنين هتنضرب برضو في 5، يبقى 2 في 5 ب10. يبقى انا دلوقتي في القشور المتكافئه باخد قاعده ان انا بضرب البسط والمقام في نفس العدد، بضرب البسط والمقام في نفس العدد. طب تعالى ناخد امثله كده، عندي هنا النص بيساوي 10 على كام؟ طيب النص ايه اللي اتغير؟ البسط، الواحد بقى 10 يعني ضربت في 10، اضرب الاتنين في 10 يبقى بكام؟ ب20. برافو عليك. طيب الاتنين اللي في المقام بقت 8، انا بصل المقام هو اللي اتغير، الاتنين بقت 8، 2 في كام؟ اداك 8، 2 في 4، يبقى اضرب الواحد في 4 ب4. طيب الاتنين برضو بقت 4، ضربت في 2 يبقى اضرب 1 في 2 ب2. طيب الواحد بقى 5 يبقى ضربت في 5، يبقى اضرب تحت 2 في 5 ب10. طيب هنا الاتنين بقت 12 يبقى ضربت في 6، يبقى اضرب 1 في 6 ب6. طب هنا البسط، الواحد بقى 3 يبقى ضربت في 3، يبقى اضرب تحت في ايه؟ في 3، 2 في 3 ب6. يبقى دي دلوقتي انا كملت القشور المتكافئة. طيب بيقول لي اكمل، اكتب كسر بسطه 5 يساوي نص، هكتب كده يساوي بسطه، يبقى احط في البسط 5، الواحد بقى 5 يبقى ضربت في 5، اضرب 2 في 5 ب10. اكتب كسر مقامه 4 يساوي النص، مقام 4 يبقى هكتب في المقام 4. طيب الاتنين بقت 4، ضربت في كام؟ في 2، اضرب فوق في 2، 1 في 2 ب2. اكتب كسر بسط يساوي 3، اكتب في البسط 3 ويساوي النص. الواحد اللي هنا بقى 3 يبقى اضرب 2 في 3 ب6، يبقى 3 اسداس. اكتب كسر مقامه 8 يساوي نص، المقام بقى 8، ضربت في كام؟ 2 في كام؟ اداك 8 في 4، يبقى اضرب 1 فوق في 4 ب4. اكتب كسر بسطه 7، يبقى في البسط 7، الواحد بقى 7 يبقى ضربت في 7، اضرب تحت 2 في 7 يديني 14. تمام. طيب بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة، 3 على 6. يا ترى دلوقتي ايه اللي من القشور اللي قدامي دي مناسب ليه؟
احنا خدنا 3 على 6، التلاتة نص الستة يبقى بيكافئ الكسر نص. طيب 1 على 2 ايه من اللي قدامي؟ الواحد لو المقام اتغير يبقى عندي ما يفضلش واحد، لازم البسط الاخر يتغير. الواحد هنا اتغير بقى 3، يبقى ضربت في 3، الاتنين في 3 ب6 يبقى هيساوي 3 على 6. طيب اللي قدامي 2 على 4، 2 على 4 الاتنين انضربت في كام؟ انضربت ولا اتقسمت؟ ده الاتنين هتبقى 1. يبقى الاتنين هنا قسمت على 2 بقت 1، الاربعة اقسمها على الاتنين تبقى 2. يعني ممكن الكسر المتكافئ يا مس يجي بالقسمة؟ يجي بالقسمة لو صغر. لو ايه؟ لو صغر. طيب النص بيساوي ايه من الاجزاء اللي قدامي دي؟ النص بيساوي 5 على 10، عشان 5 نص ال10. طيب ركز معايا، بيقول لي اكتب كسر مقامه 6 يساوي نص. المقام 6، 2 بقت 6، يبقى ضربت في 3 اضرب فوق في 3 يبقى 3 على 6. اكتب كسر بسطه 2 يساوي النص. البسط 2، يبقى ضربت 1 في كام اداك 2؟ 1 في 2، يبقى اضرب 2 في 2 ب4. اكتب كسر مقامه 8، مقامه 8 يساوي نص، يبقى هخلي المقام 8، يبقى ضربت 2 في كام عشان يدي 8 في 4؟ يبقى اضرب فوق في 4 يبقى 1 في 4 ب4 على 8. اكتب كسر بسطه 4، البسط بتاعي 4، طيب يساوي النص. البسط 4 يعني 1 ضربته في كام عشان يديني 4؟ ب4. 2 في 4 بكام؟ ب8، يبقى 4 على 8. اكتب كسر مقامه 10، مقامه 10، انا ضربت، معلش انا استعجلت، المقام ب10، ضربت في كام علشان يبقى 10؟ ضربت في 5، يبقى اضرب فوق في 5 يديني 5 على 10. اكتب كسر بسطه 5 يساوي نص، نفس اللي فوق، البسط هو اللي 5، يبقى ضربت في 5 اضرب 2 في 5 يديني 10. طيب حفظناهم؟ طب يلا اختر اجابة صحيحة. 3 على 6 بيساوي النص، 1 على 2 بيساوي ايه من اللي موجود؟ قلنا مش هيبقى ولا ده ولا ده، يبقى لازم يكون 3 على 6. 2 على 4 بيساوي النص، 8 على 16، 8 نص ال16 يبقى بنص، 2 على 4 برضه بنص. طيب النص بيساوي ايه من اللي موجود دول؟ التلت ولا التلات ارباع ولا ال5 على 10؟ يا مس لسه قايلين ال5 على 10. النص 2 على 9 ولا 3 على 9 ولا 12 على 24؟ مين الشاطر اللي هيقول 12 على 24؟ ليه؟ لان ال 12 نصها 24، او تعالى هنا 1 بقى 12، 1 في 12 ب12، يبقى اضرب تحت في 12، 2 في 12 ب24. 4 على 8 كسر مكافئ للنص، او كسر مساوي للنص، كسر مكافئ للنص. طيب لو النص في كل شكل ثم عبر عن الكسر اسفل كل شكل، هنا هو عامل لي مثال. طيب بص معايا، ده متقسم لايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب انا عايزه اشوف ايه بيساوي ايه، الون، عايزه الون نص الشكل، نص كل شكل. لون ده كده، ادي 1 2 3 4، انا لونت قد ايه؟ 4، من كلهم كام؟ 8، برافو عليك. طيب لون نص الشكل، ادي 1 2، لونت 2 من كلهم كام؟ من 4، يبقى 4 على 8 هي 2 على 4. لون هنا نص الشكل، لون 1 2 3، لونت نصه، 3 من كام؟ من 6. طب لون هنا نصه، 3 من 6 هي النص. طيب لون هنا نصه، هلون 1 من 2. طب لون هنا نصه، ادي 1، ادي 2، ادي 3، وهسيب 3 فاضيين. يبقى لو بلون نصه، الملون قد اللي مش ملون، يبقى ده بكام؟ ب3 على 6. يبقى هنا الكسور المتكافئة هو الكسر اللي انا لو ضربت البسط والمقام في نفس العدد لا تتغير قيمة الكسر. شكرا يا سنة 3.